السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة وحلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل. هنتكلم النهاردة عن انواع التخدير في الولادة القيصرية والتجارب الواقعية، وهل التخدير الكلي افضل ام التخدير النصفي. بس قبل ما نبدأ حلقتنا احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله. أنواع التخدير في الولادة القيصرية. تجربة الحمل والحصول على طفل هي تجربة ممتعة، ولا توجد أي أنثى على الإطلاق لا ترغب بها، ولكن أكثر مخاوف النساء من هذه التجربة هي الولادة، خصوصا مسألة التخدير في الولادة. كثيرا من النساء يتساءل هل ستخضع لولادة طبيعية أم ولادة قيصرية، وحتى إذا أشار عليها الطبيب بضرورة الولادة القيصرية لحالتها أو حتى اختارتها هي لتجنب الألم في الولادة الطبيعية، ترجع لتتساءل عن أمر آخر. كيف ستخضع للتخدير؟ وما هي أنواع التخدير في الولادة القيصرية؟ وهذا ما ستجدين إجابته في هذا الفيديو. ما هي أنواع التخدير في الولادة القيصرية؟ أنواع التخدير في الولادة القيصرية هو 1، تخدير كلي. الكثير من النساء يفضل أن هذا النوع من التخدير عن التخدير الجزئي أو التخدير النصفي، وهو من أقدم أنواع التخدير المستخدمة في الولادة، ويعتبر النوع الكلاسيكي في التخدير. يعتمد التخدير الكلي على التخدير العام للجسم، فيدخل الجسم في غفوة أو غيبوبة قصيرة، وبعد انتهاء مفعول المخدر يستيقظ فلا يشعر بألم أثناء الجراحة أو الولادة القيصرية. عملية التخدير الكلي يمكن القول عنها بأنها إغماض عينيك وأنت حامل، فتفتحينها فتجدين طفلك بين يديك. كيف يتم التخدير الكلي في الولادة القيصرية؟ يقوم الطبيب بإعطاء المواد إعطاء الأم مواد مضادة للحموضة قبل الحقن بالمخدر، كما يركب لها قسطرة بولية وقناع أكسجين لبضع دقائق. يتم إعطاء الأم المخدر عن طريق الوريد، وقبل بدء بالمخدر في عمله يقوم طبيب التخدير بالضغط على عنق الأم حتى يمنع سوائل المعدة إلى أن تصل إلى رئتها. بعد الدخول في مرحلة التخدير الكلي يتم تمرير أنبوب داخل القصبات الهوائية لمنع سوائل المعدة من الوصول إلى الرئة، وأيضا لمساعدة الأم في التنفس بشكل كبير. مميزات التخدير الكلي في الولادة القيصرية. أولا، عدم الشعور بألم أثناء عملية الولادة، وليس كذلك عدم الشعور بسير العملية ككل. لا يستغرق وقت طويل حتى يبدأ تأثيره، عادة لا يسبب آلام في الظهر مثل أنواع التخدير الأخرى. عيوب التخدير الكلي في الولادة القيصرية. يحرمك هذا النوع من المخدر من احتضان طفلك للمرة الأولى، يحتاج إلى حرص شديد أثناء العملية وخصوصا من قبل طبيب التخدير لتجنب حدوث أي مضاعفات ناتجة عن عملية التخدير. الجرعة الزائدة من المخدر لا تتسبب في مضاعفات فقط، ولكنها أيضا يمكن أن تنهي حياة الأم أو الطفلك أو كلاهما معا. الشعور بالضيق بعد العملية والغثيان والقيء، الرغبة الشديدة في النعاس لفترة طويلة بعد العملية. ملحوظة: عادة لا يتم اللجوء إلى التخدير الكلي في أي عملية سواء ولادة أو غيرها إلا في حالة عدم نجاح البنج الجزئي، وذلك لتجنب المضاعفات التي ينتج عنها التخدير الكلي، وهو من أخطر أنواع التخدير. أسباب اللجوء إلى المخدر الكلي في الولادة القيصرية. وجود مشاكل في العمود الفقري للأم، فيكون من الصعب حقنها بالمخدر الجزئي. وجود إصابات أو ألم ومشاكل للأم وتجلطات دموية. عدم وجود وقت كافي لإعطاء الأم المخدر الجزئي أو حتى الانتظار مفعوله. عدم نجاح أي نوع من التخدير الجزئي في تخدير الأم. وعندنا هنا تجارب سيدات في التخدير الكلي. التجربة الأولى، تقول سيدة: في شهر 9 أخبرني الطبيب أنني لن أستطيع أن ألد طبيعيا، ولكنني سوف أخضع لعملية الولادة القيصرية وأحدد موعد ذلك، ولكن ما كان يحيرني هو نوع التخدير الذي سوف ألجأ إليه أثناء العملية. لذلك عندما قرأت على الإنترنت عن أنواع التخدير، وبالطبع بعد استشارة طبيبي، قررت الخضوع لولادة قيصرية عن طريق البنج الكلي، فحالتي لم تسمح بالبنج الجزئي أثناء الولادة، وبالفعل بالحمد لله استيقظت ووجدت طفلي بين يدي. في الواقع كنت أريد أن أشهد ولادة طفلي، لا سيما أن أول مرة لي في الإنجاب، لذا لم أفرح كثيرا بهذا النوع من التخدير، ولكنني قررت في المرة المقبلة أن أخضع لبنج جزئي حتى أتمكن من رؤية صغيري في لحظاته الأولى. التجربة الثانية،
مشكلتي الأساسية خوفي الشديد كلما اقترب موعد ولادتي، ولا سيما أن لي تجربة عانيت فيها كثيرا أثناء ولادتي للمرة الأولى، فقد كانت ولادة طبيعية وشعرت فيها بالألم. لذلك بحملي الثاني طلبت من الطبيب أن ألد قيصريا. ليس هذا فقط، ولكني كنت أريد بنجا كليا، فأنا لا أريد أن أتذكر أي شيء من الوجع السابق. وفي يوم الولادة الذي حدده الطبيب بالفعل تم تخديري كليا، وبعد استيقاظي لم أكن أعي شيئا سوى أن طفلي كان بين أحضاني، وهذا ما كنت أسعى إليه. التخدير النصف في الولادة القيصرية. يظن البعض أن التخدير الجزئي، وهو تخدير يشارك بنصف ألم الولادة أو حتى التخدير، سوف تشعرين فيه بألم خفيف، ولكن الحقيقة أنه مثل جميع أنواع التخدير لا تشعرين فيه بأي ألم. يعتمد التخدير الجزئي على تخدير النصف السفلي من الجسم لمنع الإحساس بألم الولادة، ولكن تكونين مدركة لكل ما يجري حولك. طريقة التخدير النصفي في الولادة القيصرية. تقوم الأم بالاستلقاء مع جعل الظهر في وضع منحني حتى بالجلوس، ويقوم طبيب التخدير بتعقيم منطقة الظهر جيدا باستخدام مواد وسوائل معقمة، وعادة ما تكون باردة بعض الشيء. ما يصاحب التخدير الجزئي هو الشعور بوخز خفيف في منطقة الظهر، كما يمكن أن تشعري بتنميم في أحد الساقين أو رعشة كهربائية خفيفة. ويجب الانتباه في هذه الحالة بضرورة إعلام الطبيب بذلك. بعد أن يتأكد طبيب التخدير أن الحقنة موجودة في مكانها المناسب، يقوم بحقن الأم بالأدوية المخدرة وأيضا بعض المواد المسكنة، وبعضها يسحب الإبرة وبعدها يسحب الإبرة من منطقة الظهر. عادة ما يستغرق إجراء التخدير النصفي بضع دقائق، ولكن هذه الفترة من المحتمل أن تزيد في حالة حدثت بعض التعقيدات والمشاكل داخل غرفة العمليات. مميزات التخدير الجزئي في الولادة القيصرية. آمن بصورة أكبر عن التخدير الكلي على حياة كل من الطفل والأم. لن تشعري بالنعاس بعد استخدام هذا المخدر، وستتمكنين من حضور ولادة الطفل الكاملة. عادة يتاح للزوج حضور عمليات الولادة القيصرية المستخدم فيها هذا النوع من التخدير، فيتمكن من خوض التجربة مع زوجته. ليست الأم هي من تكون يقظة في هذه العملية فقط، الطفل أيضا يتم حمايته من التخدير فيكون أكثر يقظة عند الولادة. يعد التخدير الجزئي بمثابة مسكن قوي جدا لآلام الولادة، يحقق نتائج مرضية وتستجيب له الكثير من الأمهات، ونادر ما يفشل. يستمر مفعول التخدير لمدة تتجاوز الساعتين، وهي فترة ممتازة لإنهاء عملية الولادة. عدم الشعور بأي ألم في الجزء السفلي بداية من أسفل القفص الصدري وصولا إلى أطراف الأصابع القدمين، مع القدرة على التواصل مع الجميع بوعي كامل. حماية الطفل من التعرض لصعوبة التنفس والتي تحدث في حالات التخدير البنج الكلي، والذي يصل إلى الطفل من خلال المشيمة. يتيح إمكانية إرضاع الطفل في وقت مبكر بعد ولادته حتى يستفيد من لبن السرسوب. عدم تعريض الأم لخطر ارتخاء عضلات الرحم وحدوث نزيف شديد داخله أثناء عملية الولادة. عيوب التخدير الجزئي في الولادة القيصرية. عندما يحتاج وقت أطول مقارنة عادة ما يحتاج إلى وقت أطول مقارنة بالتخدير العام حتى يبدأ تأثيره في تخدير الأم. يسبب التخدير الجزئي الشعور بالهبوط، ولكنها ليست مشكلة كبيرة، فيمكن معالجتها وتداركها بسهولة. غالبا ما يسبب الشعور بالوخز والألم والتنميل، الشعور بالحكة سواء بعد العملية أو حتى خلالها، وأيضا يمكن معالجة هذا الأمر بكل سهولة وسرعة. بعض الحالات يمكن أن يسبب لها التخدير الجزئي الصداع الشديد، آلام في الظهر لبضعة أيام، ويعد هذا العرض الأكثر شهرة للتخدير النصفي. تنميه في أحد الساقين لبعض الحالات، ويستمر لفترة تتراوح ما بين أسبوع أو شهر حسب حالة الأم. يمكن أن يتسبب في إصابة الأم بانخفاض ضغط الدم إذ لم تعطي المحاليل المطلوبة. الشعور بالحكة في الأنف والوجه والشفتين. موانع إعطاء التخدير الجزئي للأم في الولادة القيصرية. إصابة الأم بتلوث الدم البكتيري، إصابة الأم بأمراض معينة من أمراض القلب، الحساسية الشديدة تجاه البنج الموضعي التي تكون مصابة بها بعض السيدات، قابلية النزيف في حالة إصابة الأم بمرض نقص الصفائح الدموية،
الإصابة بالالتهاب البكتيري في النخاع الشوكي، الإصابة بالالتهاب البكتيري في الجلد أسفل الظهر. معتقدات خاطئة بخصوص التخدير الجزئي. بعض الأشخاص يظنون أن التخدير النصفي أيا كان نوعه يمكن أن يتسبب في إصابة الأم بالشلل، وذلك نظرا لأن الحقنة المخدرة تعطى في البطن، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ للغاية. فإبرة التخدير تستهدف أماكن محددة وأعصاب معينة تمنعها من توصيل الألم الناتج عن الطلق للأم، وكل ما ينتج عنها آلام خفيفة في الظهر يتم التغلب عليها عن طريق بعض المسكنات يصفها الطبيب بعد الولادة. أنواع التخدير الجزئي في الولادة القيصرية. بخلاف التخدير العام، فإن التخدير النصفي يعطي بأكثر من طريقة، حيث يوجد 3 أنواع من التخدير النصفي، وهم: التخدير الشوكي، يعد هذا النوع من أشهر أنواع التخدير النصفي والأكثر شيوعا واستخداما بين الأطباء، يستخدم في جميع حالات الولادة القيصرية سواء كانت اضطرارية لصعوبة الولادة أو اختيارية من قبل المريضة. يعتمد هذا التخدير العمل على العمود الفقري، النخاع الشوكي والأعصاب الحسية الموجودة في الجزء السفلي من الجسم، حيث تكون هذه الأعصاب مغلقة بالسائل الشوكي. يعمل التخدير عن طريق حقن السائل الشوكي المغلف لهذه الأعصاب بمواد مخدرة بنسب بسيطة، وهذا من أنواع التخدير سريعة المفعول. تخدير الظهر أو فوق الجافية. يعتمد هذا النوع على تخدير الأم الطلق وتخفيفها، ويستخدم فيها نسب بسيطة من المخدر، يمكن زيادتها على حسب الحالة واحتياج الأم له. يتم تخدير الأم بواسطة هذا التخدير من خلال أنبوب رفيع جدا يمر في المنطقة الموجودة خارج السائل الشوكي مباشرة، وقريبة أيضا من أعصاب الرحم والحسية. في هذا التخدير يستخدم إبرة أكبر من إبرة التخدير الشوكي، ولكن الإبرة يكون هدفها تمرير أنبوب دقيق داخل الظهر، وبعدها يتم سحبها مع ترك هذا الأنبوب وتثبيته في تلك المنطقة. عادة ما يتطلب التخدير بهذا النوع الانتظار لوقت أفضل حتى يتضح تأثيره، مقارنة بالوقت الذي يحتاجه التخدير الشوكي ليبدأ مفعوله في الظهور. أيضا نسب المواد المخدرة المستخدمة في هذا النوع تحتاج كمية أكبر من المواد المخدرة في التخدير الشوكي. هذا التخدير لا يؤثر على الجنين نهائيا، هو فقط يزيد من فترة الدفع والطلق بمعدل 20 دقيقة عن المعدل الطبيعي، ويمكن أن يتسبب في رفع درجة حرارة الأم، ولكن لا يؤثر على الجنين نهائيا. هذا التخدير غير مؤذي، ولكنه يسبب بأعراض خفيفة بعد الحقن، ومنها غثيان وقيء، رعشة وحكة في الجزء السفلي من الجسم. تسبب أعراض أكثر خطورة ولكنها لا تظهر على جميع الأمهات، ومنها آلام الظهر وانخفاض الضغط والصداع في حالة انتقاب أي نسيج من الأنسجة المحيطة بالكيس الشوكي. صعوبة في التبول بعد العملية لفترة تتراوح ما بين إلى أربع من 4 إلى 6 ساعات، وذلك بسبب الضغط على الجزء السفلي مما يؤدي إلى احتباس البول. التخدير المشترك هو التخدير المشترك بين النوعين اللي فاتوا، وهذا النوع من التخدير يكون التخدير المستخدم في البداية، وهو التخدير الشوكي ذو النسب البسيطة في حالة احتياج الأم لكميات أكبر من المخدر، فلا يتم إعطائها تخدير شوكي، ولكن تكون الكمية زائدة من المخدر عن طريق الأبيدرول. بعد استخدام هذا النوع من التخدير الجزئي، يتم وصف بعض المسكنات للأم للتغلب على الآلام ما بعد الولادة عند الانتهاء من مفعول المخدر. كلمة أخيرة وأخيرا، أنواع التخدير في الولادة القيصرية كثيرة ومتنوعة، ومن المفضل أن تترك الأم اختيار الطبيب حتى يتمكن من توفير أفضل مخدر مناسب لحالتها حفاظا على سلامتها وسلامة الجنين. بعض الأمهات يفضلن الولادة القيصرية حتى لو لم يكن لها حاجة، وهذا من الممكن أن يتسبب في مضاعفات، لذا ينصح بقراءة جيدة عن هذه المواضيع وأهمية الولادة الطبيعية، والتي تكون تحت عنوان فوائد الولادة الطبيعية. أيا كان هذا نوع المخدر المستخدم في الولادة القيصرية، فإنك ستكونين بحاجة إلى مسكن بعدها، ويمكن استشارة الطبيب وسؤاله عن ذلك، كما يمكن قراءة مواضيع تحمل عناوين أنواع المسكنات التي تستخدم بعد الولادة القيصرية. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ويا رب نكون فدناكم. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناة منوعات نور. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أراكم على خير.